بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة فرض عين وواجب شرعي على كل مؤمن مسلم. أنا حكت لحضراتكم الأدلة القاطعة والدامغة اللي بتثبت إن صلاة الجماعة ليست سنة فقط ولكنها واجب شرعي على كل مؤمن. والإنسان يأثم إذا ترك صلاة الجماعة متعمد. هكتب لحضراتكم تحت الأدلة ديت تحت الفيديو، يا ريت تنزلوا تحت الفيديو وتقروا الأدلة دي، ويا ريت أي مسلم غيور على دينه يحاول إن هو ينسخ الفيديو دي البحث، لا بحث وجيز جدا وبليغ، وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس تستفيد. ويا ريت الإنسان اللي هيقرا الفيديو اللي هيقرا الكلام ده، إذا كان مقصر في صلاة الجماعة، مقصر في صلاة الفجر، يتقي الله سبحانه وتعالى و يصلح من نفسه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.